مديرها السيد محمد نادر النوري قمر الزمان على هذه الفعالية الرائعة، وإن شاء الله ضمن تعزيز ثقافة الحوار وتبادل الثقافات مع دول العالم. هلا أنتم لازم تهتموا كثير بأهمية التواصل مع الحضارات. شو شعارنا مع العالم؟ السلام، ويجب احترام 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 عادات وتقاليد الشعوب. أنا كنت في ماليزيا فعلا، والشعب الماليزي يحب القراءة جدا ويحب التعليم، وكنت في ماليزيا عندما أدخل أي مكان فعلا أقوم بشلح خلع الحذاء من قدمي. والشعب الماليزي في الأعياد وفي المناسبات الرسمية بعض الأسر ترتدي الزي الماليزي، الأم والأب وأبناء الأسرة نفس الزي نفس اللباس، بيكون شكلهم جدا جميل. في بعض الصور كان في عنده صورة عن ماليزيا صح؟ وعن ثقافته، وانتم كان من ضمن الصوره نفس الزي في المناسبات الرسميه. الشعب الماليزي يسمح للفلسطينيين بدخول ماليزيا، يعني بعض الناس اللي كانت تسافر في المطارات جميع دول العالم كانت تمنع دخول ماليزيا بدون حصول على فيزا. عندما كان شباب غزه يسافرون ولا يجدون مكان يذهبون اليه في مطار الترحيل في القاهره، كان افضل شيء بالنسبه لهم واول دوله تستقبلهم بدون فيزا دولة ماليزيا. كل التحية لدولة ماليزيا. دولة ماليزيا تحب الشعب الفلسطيني، ترحب بالشعب الفلسطيني، كثير جدا من المنح والدراسات تقدم لطلاب غزة. نفتخر ونعتز بالشعب الماليزي، وشكرا. وتعزيز ثقافة الحوار، والحوار حياة، وشكرا كثير.